القصيدة بعنوان محتاج. في داخل المحتاج ساعة يأنف عن كبرياء فارغ يتعفف. في داخل نقطي في أخطائه جسدي غدا نقطا بها أستهدف. في وسط روحي قلب صحراء قد احترق ومن إطلالتي تتغلف. الوجه سلمان كثير الابتسام الشاعر المعروف حين أعرف. أما الحقيقة أصل وجهي قاع بئر للنظارة ذات وهم يخطف. أشربت وجهي مثلما أشربت عجل السامري وفي العيون تلهف وتلفت حيث الوجوه قد اختفت. وأنا بصوت مخافتي أتهتف من ذا أكون من ذا أكون وما تكون حقيقتي وهل الحقائق في الحضور الموقف. هل صورة الرجل العنيف أو المهاب قبيل تلجئه الحياة يعنف هو ذلك المغرور طاووس اختيار ما المصير ومنه ريش ينتف. هو ذلك المغرور طاووس اختيار ما المصير ومنه ريش ينتف. أم ذلك الصلف الذي من جذعه إن قام يزهو كل شيء للقف. السر في المحتاج حين تعاجز. سلمان محتاج ولا يتفلسف. السر في المحتاج حين تعاجز. سلمان محتاج ولا يتفلسف. أحتاج يا زهراء أحتاج يا زهراء طالت بالمدود وبالدعاء وما مداها ينصف. أحتاج يا زهراء طالت بالمدود وبالدعاء وما مداها ينصف. أحتاج حصرا يا علي وذو الفقار لنا زمان دائما يتعسف. أحتاج أهتف يا محمد حين تجهل أمة بالمصطفى تتوصف. واليوم محتاج إلى الهادي مولده لعل شقاوتي تستلطف ولعل دربا قد أضعت يعود لي عن سيرة مهجورة تستنزف عن ماء وجهي قد أريق. أنا الشريف بموقفي وبكم أنا أتشرف. أن لا أضيع ومنطقي أسماؤكم لهجا ومنها منبعا أنا أغرف. أن لا أضيع ومنطقي أسماؤكم لهجا
ومنها منبعا أنا أغرف. يا أيها الهادي في رجب المرجب ثاني الأيام إنك مدنف وأنا البعيد. أنا البعيد ملامح وهوية قدما بدربك ترجف. يا أيها الهادي في رجب المرجب ثاني الأيام إنك مدنف وأنا البعيد. أنا البعيد ملامحا وهوية قدما بدربك ترجف حتى أكون قصيدة مقبولة تحظى بقربك والمشاعر ترهف. إني تركت الجسم معل به فشفاء جسمي غمض عين بكم نعم يقينا إني تركت الجسم ماعلا به فشفاء جسمي غمض عين تطرف وتركت رزقي والعيال سؤاله إياك إذ أكتال لست تطفئ وتركت دنيا عن جناحي بعوضة سعرتموها ما لها أتكلم وتركت دنيا عن جناح بعوضة سعرتموها ما لها أتكلف عن خالص الود السؤال وأجر قرباكم بهذا سيدي أنا مسرف أسرفت في الأشعار نظم قصائد حصرا لكم ما لحظة أتخلف والظن تكفي ليس تكفي سيدي أدري وفتنتها اليمين يحلف لكن حسن قصائدي عند الشهود يمين واحدة لكن حسن قصائدي عند الشهود يمين واحدة إذا تستوقف تحتاج ثانية القبول شهادة حتى يبت الحكم ليس يزين وعليه مختار حفيدك يا إمام للقصائد وهي أنثى يردف ويتم فيها أن تكون شهيدة ليوم يظهر ما بشعري أعكف بل سوف أجعلها ورود قلائد للسيف نصرا حينما أتسيد أحتاج مولاي الإمام المقتدى المهدي انظر ما أستعطف أحتاج مولاي الإمام المقتدى المهدي أنظر فيه ما استعطف عن ذلك الخجل المثقف ما ذهب الشعر يوما كي يقال مثقف لكن زهى أن النصوص تثقفت مثل السيوف وما لذا تستأنس لكن زهى أن السيوف أن النصوص تثقفت مثل السيوف وما لذا يستأنف لا رجعة إن الولاء مجسر يوم الظهور بسيل دم يرسف وفرائح الأطهار أو أحزانهم في الإزدلاف إليه طاب تزلف